أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن تاريخ البشرية أمام منعطف حاسم وأن الضمير المشترك يتعرض لاختبار حقيقي بسبب الكارثة الإنسانية في غزة. وأكد العاهل الأردني خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة أن إيصال المساعدات الإنسانية في غزة لا يمكن أن ينتظر التوصل لوقف إطلاق النار أو أن يخضع لأجندات سياسية من أي طرف. إن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة. إن إنسانيتنا ذاتها على المحك. على مدى ثمانية أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار اللذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر. منذ أكثر من عشرين عاما شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة وكل مكان في غزة عرضة للدمار وأدى بدء عملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي وتم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزه قصرا مره اخرى وحرمانهم من الوصول الى الغذاء والماء والماوى والدواء